اكيد نورني طبعا وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو. كابتن مرهم مامي. اهلا نور ميدو. الدنيا. اهلا بيك كابتن حبيب. اسامه. ازيك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، ولا انكسار ولا انهزام. عودتنا نفسك وتحلق في جميع البطولات ولا يهمك يا اهلي. ايه كده يعني؟ ماتش في الدوري هجوم هجوم هجوم، وبتلعب ماتش 10 على 10 بيخش فيه الجول، ولا يهمك كابتن. ان شاء الله هتتعود. مفيش شويه حاجات كده هتفرق. وفي في قاموسنا انكسار وانهزام يا كابتن. ما عندناش احنا الكلام ده، احنا نسر يحلق في سماء البطولات. كابتن ماهر، هو وارد على البطل ان هو يجي له فتره واخد بالك، يحصل نوع من الدروب احنا بنسميه بلغه علم التدريب، لكن القيمه والقوام وشخصيه البطل وشخصيه نادي قرن عنده من الكفاءات، مجلس اداره باجهزه فنيه على اعلى مستوى، لاعبين ليهم دور كبير جدا في المرحله القادمه. يا كابتن ميدو هنتكلم على الجزئيه دي بشكل واضح. عايز اقول لك ان المراحل ديت مرت على عصور النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن انا واحد من الناس مريت بالعصور دي. كابتن محمود الخطيب ربنا يرجع لنا بالسلامه مر بالمرحله دي، كابتن سعد عبد الحفيظ اللي موجود في الجهاز الفني الحالي مر بالمرحله دي، كابتن محمد يوسف مر بالمرحله دي. انا عايز اقول لك ان احنا عندنا من الخبرات وعندنا من الدرايه وعندنا من التجارب ان احنا يحصل كده ونقدر نقوم مره ثانيه ان شاء الله باذن الله، يرجع النادي الاهلي في قيمته اللي عودنا عليها. اكيد اكيد يا كابتن ماهر. كابتن اسامه برضه يعني لازم برضه اخد رايك في القصه دي. الاهلي بيدفع ثمن ان هو بيطبق مبادئه. المبادئ اللي من سنه 1907 لحد دلوقتي اتبنى عليها النادي الاهلي، مش البطولات، المواقف. جميل. اللي بيذكرها التاريخ. جميل. دلوقتي مجلس الاداره بيدفع ثمن ان هو اصر على مبادئ النادي الاهلي تكون موجوده. هل مجلس الاداره مش عارف انه يتحارب؟ عارف انه يتحارب، عارف يتحارب في لعيبه، عارف انه يتحارب في عدم دخول الجمهور للمدرج، واصر على مبادئ النادي الاهلي. جميل. دلوقتي النادي الاهلي بيدفع ثمن ان هو عايز يقول دايما مبادئ النادي الاهلي موجوده، وخلي بالك في الاخر دايما بتنتصر مبادئ النادي الاهلي. لازم لو غابت البطولات فتره، لكن مبادئ النادي الاهلي هي اللي بتستمر عبر سنين طويله من الزمن، بيتوارثها الاجيال، تورثها لعيبه، تورثها ادارات مجلس النادي الاهلي، فدايما النادي الاهلي هو اللي بينتصر في الاخر. اللي احنا بنمر بيه ده لو كبوه ممكن تقعد فيها شهر، تقعد فيها شهرين، لكن هترجع اقوى من الاول عشان تصح المسار. جميل. ممكن في امور فنيه ان شاء الله تتظبط مع انتقالات يناير، يتم تدعيم بشكل قوي، بالرغم انك ممكن تتحارب برضه في تدعيمات يناير، لكن ان شاء الله هتدعم بشكل كبير لفريق النادي الاهلي. بس جدعانه بقى هنا يا كابتن ميدو، انت عندك من هنا لما توصل يناير جدعانه والشطاره بتاعت اللعيبه، وانا بقول للعيبه ان لعيبه النادي الاهلي عليها دور مهم جدا في شهر 12 ده. شهر 12 ده عندك 6 مباريات مهمين جدا. دول هيخلوك دايما ان شاء الله تقدر تنافس على بطوله الدوري. والنادي الاهلي ما بيسلمش بالساهل، يعني ما بيفرطش البطوله بالساهل، لا دايما بيحارب في كل بطوله لاخر نفس. عندك 6 مباريات، ازاي بقى الجدعانه والشطاره ان انا ما افقدش نقاط في الست مباريات دي، عشان لما اروح يناير ان شاء الله يبقى عندي التدعيمات بتاعتي القويه، اقدر انافس. والنادي الاهلي لما بيدخل ويدخل في منافسه، لا يعني بيعرف ينافس وبيستمر ونفسه طويل ان شاء الله. لو لما يتم التدعيم في يناير، عندك من يناير لشهر 5 أو 6 بتتكلم في بطوله كاس مصر، في بطولات كتير، بتتكلم في السوبر المصري، بتتكلم في بطوله افريقيا، بتتكلم في بطوله دوري، عندك بطولات كتير من يناير لنهايه الموسم. بس النهارده يعني لازم الكل يتكاتف في شهر 12 ده. ده انا بقول لك ده شهر مهم جدا. ازاي تتكاتف كلنا كجمهور نادي الاهلي ورا فرقتنا، ازاي نتكاتف كلنا كلاعيبه لعبه كل الاجيال، سواء جيل الكابتن شريف والكابتن ماهر او جيلي او كل الاجيال اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي، ازاي نقف جنب فرقتنا خلال الفتره اللي جايه وكان بجهازنا الفني، عشان نقدر ان شاء الله نعدي شهر 12 ده لبر الامان. في شهر 1 يتم التدعيم ويتم الاستعانه بمدير فني اجنبي، يعني يقدر ان شاء الله يبقى ليه رؤيه مميزه خلال الفتره الجايه. والنادي الاهلي عبر السنين كلها لا باي كبوه بتعدي عليه بيمر منها، وبيمر منها اقوى من الاول، ودايما في الاخر مبادئ النادي الاهلي هي اللي بتنتصر. جميل قوي، جميل قوي، وده اللي بيخلي النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني، وده اللي زي ما قال الكابتن شريف وكابتن ماهر وكابتن اسامه حسني، دايما النادي الاهلي نسره هو اللي بيحلق لفوق وهو اللي بيحلق بمبادئه.
قبل بطولات. وزي ما قال اسامه بصراحه كلام مهم جدا اتكلموه يعني نجوم الاستوديو النهارده، عشان كده هيفضل النصر الاهلي محلق في العالي بمبادئه قبل بطولاته، ولما النصر يريح شويه الغراب ما يفتكرش نفس نصر يعني استحاله، ولا ايه؟ ولا الغراب ممكن يفتكر نفسه نصر يا كابتن شريف؟ ايش الغراب يا وقع سودا مش كده؟ ما تقلقوش والله.